السلام عليكم، واهلا وسهلا بكم عشاق الكره المصريه وعشاق برسيه الكره المصريه ومتابعي ومحبي قناه الكره مع الحريف. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده سنتحدث اليوم عما يحدث في الكره المصريه والعربيه والعالميه من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الاهم، بالاخص سنسلط الضوء عما يحدث داخل جدران النادي الاسماعيلي والمنتخب الوطني ومباراه هامه اليوم للمنتخب الوطني واستعداد المنتخبات الوطنيه لتصفيات كاس العالم 2026 والكثير والكثير صديقي في هذه الحلقه. ولكن كل طلب منك عايزك تنتظر معايا اخر حلقه عشان معانا اخبار هي الاهم، ولا تنسى الدعم والاشتراك واللايك والسبسكرايب لدعم القناه قناه الكره مع الحريف، ولتكون جزء من هذه القناه وفخر وشرف لنا وجودك في هذه القناه لمتابعه كل ما يحدث في عالم كره القدم من اخبار واحصائيات وتفاصيل. وسريعا كده ننطلق في حلقه هي الاهم عما يحدث في الكره المصريه والعربيه والعالميه من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الاهم. طبعا تحت شعار لا وقت للراحة الإسماعيلي، امبارح أنا طلعت وقلت لك الإسماعيلي المباراة اتلغت، وكانت بنسبة 99% مباراة منتخب الشباب والإسماعيلي كان أن تم إلغائها، ولكن الكابتن إيهاب جلال قال لك إحنا كده كده عشان الناس جت وعشان خاطر الدنيا الناس ما تزعلش وعشان ودي مش أول مرة تحصل. الكابتن إيهاب جلال من مباراة أهلي طرابلس اعتذر ونادي القناة اللي لعب بدل الإسماعيلي اللقاء فضل ان هو ما يعتذرش الكابتن ايهاب جلال، وبالفعل لعب الاسماعيلي مع منتخب الشباب ومنتخب الشباب يهزم الاسماعيلي وديا بهدف نظيف على استاد الاسماعيليه طبعا، والرياض شيتوس هو اللي ماسك الفريق، والكابتن ايهاب جلال ما لعبش باي حد من قوام الفريق الاساسي في هذا اللقاء، كل اللي لعبه شباب الاسماعيلي امام منتخب شباب مصر. ده بالنسبه لمباراه شباب مصر. في الرابعه والنصف في نفس اليوم امبارح تدرب او انتهى التدريب الختامي للفريق الاول الاسماعيلي استعدادا لمباراه اليوم وهي مباراه المريخ السوداني. طبعا الاسماعيلي قلت لك عنده مباراه الخميس مع المريخ ويوم الاحد مع بروكس، دول مباراتين، والكابتن ايهاب جلال بيقول لك مش هتكون مباراتين بس، في اكتر من مباراه، لسه عندنا مباراه انبي يوم 17، فاحنا الفتره دي نستغلها ان احنا نجهز اللعيبه ونظبط الدنيا ونشوف الاماكن ونشوف اللعيبه اللي ممكن نختارها من الشباب اللي تحت نحطها مع التيم الاول. ده بالنسبه لي كابتن ايهاب جلال. طبعا قرر الجهاز الفني الاسماعيلي تطبيق لائحه الجزاءات على اللاعب او ضد اللاعب محمد حسن لاعب الفريق الاول بعد تغيبه 4 أيام على التوالي من تدريب الفريق الشباب، لان طبعا هو ما بيتدربش مع الفريق الاول بعد ما حدث في لقاء طلاع الجيش. طبعا اللاعب نزل الى الفريق الشباب بيتدرب منفرد، ولكن تغيب ل4 تدريبات ونزلت عليه عقوبة على كل تدريب 20,000 جنيه بسبب تغيبه عن تدريب الفريق. ده بالنسبة لمحمد حسن، واحنا اتكلمنا على محمد حسن وقلنا 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 وقلنا، لكن انا مش عارف اللعيبه دي يعني ايه المشكله اللي عنده، انتوا ما شاء الله بتاخدوا فلوس زي الرز، فيعني ايه مشكلتكم؟ ده بالنسبه لي. طبعا قرر كابتن ايهاب جلال خوض عدد كبير من الوديات في فتره التوقف الدولي، وده اللي اتكلمت عليه في الفتره دي، وهكلمك دلوقتي على موضوع الاسماعيلي وموضوع الفلوس وموضوع الازمات الماليه وموضوع، عشان احنا النهارده حلقتنا كبيره، ولكن انا بطول غصب عني عشان تبقوا انتوا واضحين والدنيا فاهم معاك، انا تطويلي ده غصب عني مش بمزاجي، لاني في احداث كتير، في احصائيات، في حاجات جوه الحاجات، من الاخر في اخبار جوه الاخبار. ده بالنسبه طبعا بالنسبه للازمات الماليه في الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي يبحث عن تدبير راتب شهر مايو بالنسبه للجهاز الفني وللعاملين في النادي. بصوا، عشان انا شايف على السوشيال ميديا هجوم هجوم هجوم، اللي عمله مجلس الاداره ده ما عملوش مجلس اداره من 5 اعوام. مش هنضحك على بعض، خلينا صراحه كده وصدقه مع بعض، نتكلم بما يرضي الله. نصر ابو الحسن ومجلس ادارته فعل الكثير والكثير في هذه الفتره، وانهى مشاكل بالهيله وما فعله الكومي ضد الاسماعيلي ولم يحاسب عنه، ده يرجع لمسؤولين
مجلس وزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة وما يحدث من اتحاد الكرة والناس دي. وطبعا الراجل مشي وسابها عايمة وخربها. ده بالنسبة للكومي. جه أبو الحسن، معلش هو كان عارف وجاي إنها في كوارث هتحصل ضد مجلس إدارة الإسماعيلي وضد لعيب الإسماعيلي وضد هجوم من الإعلام وضد وضد وضد. والراجل اشتغل ومجلس إدارته اشتغل وأنهى أكتر من مشكلة وأكتر من صفقة وحل بعض مشاكل. مش أول ما يقع كلنا نطلع سكاكيننا فيه، لا ناخد الموضوع بتريس، لأن في بعض الأخبار على السوشيال ميديا غير صحيحة. مش كل خبر على السوشيال ميديا بيطلع بيبقى صحيح 100%، لا. خد حدنا، اقعد مع نفسك، هتلاقي ان في ناس بتطلع ليها مصلحه ان توقع الكيان وليها مصلحه ان توقع النادي، فلازم ناخد المواضيع بحكمه شويه. مجلس الاداره وموضوع الرواتب، معلش انا اتكلمت في الحلقه اللي فاتت، وارجع لحلقتي بتاعت امبارح او اول امبارح، هتلاقي ان انا قلت لك الاسماعيلي انا مشكله دياجو، وكان ارسل 36,000 فرنك وانتهت المشكله وانتهت القضيه، وهيرجع للاسماعيلي 24,000 فرنك، اذا داخل النادي فلوس. فهي يعني ناخد الموضوع بسنس وبحنكه عشان خاطر يعني ايه المواضيع تبقى في تريث في المواضيع. ده بالنسبه لجمهور الاسماعيلي اللي بيهاجم مجلس اداره الاسماعيلي على السوشيال ميديا. تمام؟ طبعا بالنسبه لتجديد الكابتن ايهاب جلال هيحصل، ولكن الكابتن ايهاب جلال طلباته من مجلس اداره الاسماعيلي تجديد لرباعي الاسماعيلي في اخر وقت الاحتياج لهم، او يشوف مين هيكون معاه او مين مش معاه. ده بالنسبه جاي لك موضوع الصفقات وجاي لك بكل حاجه، بس اصبر عليا. طبعا بالنسبه ل الرعب او الخوف اللي حصل لعاشقي ومحبي كيان درويش مصر ودرويش العرب بالنسبه لثلاثي الفريق الذي كانوا على الهواء مباشره مع قنوات رياضيه امس، كان طبعا اللاعب عمر الساعي كان مع ابراهيم عبد الجواد، وعبد الرحمن مجدي كان مع احمد شوبير، وحاتم سكر كان مع كريم حسن شحات. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله انه يطلع مع برنامج. خلاص طلع مع برنامج مضى للاهلي مضى للزمالك، مفيش الكلام ده يا باشا. في عقود، في بنود في العقود، في في في. بعدين عمر الساعي طلع قال لك انا مش هلعب في نادي مصر للاسماعيلي. هتقول لي ما في لعيبه قبل كده في الاسماعيلي قالت نفس الكلام وراحت، هقول لك معاك. كل وقت وله اداء. لاعب الاسماعيلي عمر الساعي لا يريد ان يخرج من الاسماعيلي الا الى الاحتراف الخارجي. عشان نبقى واضحين مع بعض، وانا ببالك مباشر لو عايزني اسمعك يعني من اللاعب نفسه ما عنديش مشكله. تمام؟ عبد الرحمن مجدي، وانا كلمتك في حلقات قبل كده قلت لك عبد الرحمن مجدي بنسبه كبيره سيكون خارج حسابات نادي الاسماعيلي في الفتره القادمه. عبد الرحمن مجدي يريد الاحتراف الى الخارج عن طريق الاسماعيلي، من الاخر عقده مكمل مع الاسماعيلي. عبد الرحمن مجدي بيقول لك انا يوم ما امشي همشي عن طريق الاسماعيلي. ده بالنسبه لي. حاتم سكر بيقول لك انا حابب اعمل حاجه مع الاسماعيلي، حابب اكون متواجد مع الاسماعيلي، يعني رغم اللي حصل من الانديه اللي كان فيها او، ولكن انا شايف ان انا شايف ان انا هعمل طفره في الاسماعيلي، او وجودي في الاسماعيلي سيديني دفعه ان انا اكون في الاحتراف الخارجي وفي المنتخب الوطني في الفتره القادمه. ده بالنسبه للعيب الاسماعيلي. طبعا بالنسبه لعرض اهلي بني غازي 1,200,000 لعبد الرحمن مجدي مستمر حتى الان. ماشي، انا طلعت قلت لك قبل كده، ولكن كان في دماغهم تفكيرهم في اكتر من لاعب، وبالاخص لاعب من المصري، ولكن بتمسك نادي المصري بهذا اللاعب، فبنسبه كبيره عبد الرحمن مجدي ممكن يكون اخر العام في اهلي بنغازي مقابل 1,200,000 دولار. ده بالنسبه للصفقات وعبد الرحمن مجدي. تعالى بقى عشان اقول لك على الصفقات والدنيا اللي انت عايز تعرفها، وارد على اتنين من حبايب الحريف ومتابعين للقناه، الاستاذ يوسف والاستاذ مؤمن. بالنسبه للاستاذ يوسف، وكان عايز يعرف احصائيات والفوارق بين مابولولو وياو انور، وانا قلت لك هطلع واجاوبك في حلقه اليوم، ومش هقدر اتاخر عن اي حد واي سؤال لاي حد من عاشقي ومحبي قناه الحريف ومحبي لبرازيل الكره المصريه. طبعا بالنسبه لاحصائيات ياو ومابولولو، طبعا فوارق تختلف، ولكن ياو انور نمبر 1 بدون كلام وبدون نقاش. تعالى بقى عشان اقول لك على احصائيات، نبتدي بياو انور لاعب الاسماعيلي اللي خرج من نادي الاسماعيلي مقابل 25 مليون، وفي نظري لا
لن يقل اللاعب عن 100 مليون في ظل تألقه. تعال اقول لك بقى على لعبه يا انور لفريقين 18 لقاء، لعبه الاسماعيلي ولعبه للبنك الاهلي 18 لقاء، سجل يا انور 8 اهداف ما فيهمش اي ضربه جزاء، 8 اهداف ما فيهمش ليس فيهم اي ضربه جزاء، تمام؟ صنع او اسيست 5 اهداف، مجموع التسديدات لي يا انور 50 تسديده، تسديدات على المرمى او داخل ال 3 ياردات 22 داخل القائم وخارج المرمى 28. تقييم اللاعب او التقييم العام للاعب 7.1% من تقييم اللاعب وقدرات اللاعب. مجموع تسديدات اللاعب 545 مجموع لمسات اللاعب 545 لمسة. خرج من الاسماعيلي مقابل 25 مليون جنيه مصري للبنك الاهلي. تعالى بقى عشان اقول لك على احصائيات مابولولو اللي محمد مصلحي طالب فيه 5 مليون دولار من النادي الاهلي في حالة رحيله عن الاتحاد السكندري الى الاحتراف او الى النادي الاهلي. لعب مابولولو مع الاتحاد السكندري 17 مباراة، سجل 10 اهداف منهم 4 ضربات جزاء، صنع هدفين اسيست. مجموع التسديدات اللاعب 39 تسديده على المرمى او داخل الثلاث يارات 19 وخارج المرمى 20 تسديده. تقييم اللاعب 7.1%، مجموع لمسات اللاعب 502 لمسه. فوارق مختلفه يا انور يتالق في المفارقه بين هداف الدوري العامين الماضيين، ده بالنسبه لاحصائيات اثنين من الافارقه المتالقين في الدوري المصري، ولكن يا انور يكتسح ما بقول. طبعا بالنسبه دي سؤال الاستاذ مؤمن عشان تبقى انت برضو الدنيا واضحه. بالنسبه للصفقات كلمتك امبارح وقلت لك بنسبه كبيره ستكون الصفقات الاكبر او النسبه الاكبر للاربع فرق التي تتاهل الى الترقيه للممتاز، اللي هم سبورتنج ومنتخب السويس وحرس الحدود و سبورتنج والمريخ وحرس الحدود ومين تاني حرس سبورتنج منتخب السويس وحرس الحدود سبورتنج ومنتخب السويس وحرس الحدود، الاربع فرق تمام. دول بنسبه كبيره هيكون خارج منهم لعيبه الاسماعيلي، لان في تواصلات مع الكابتن علي ابو جريشه، في ناس تواصلت وفي كلام تمام. و المكان الثاني او النظره الثانيه اكاديميات، منها اكاديميه كابيتان مصر واكاديميه الافريقيه او الشركه الراعيه الافريقيه للنادي الاسماعيلي في افريقيا لتصدير نجوم افارقه للنادي الاسماعيلي. تعال بقى عشان اقول لك على لكن بنسبه كبيره سيكون موجود من ممتاز ايضا، يعني احنا مش عينينا بس او الناس دي عينيها او كشافين الاسماعيلي عينيها على الدرجة الثانية، ولكن في ظل عدم وجود سيولة كافية في الإسماعيلي فإحنا بنقول ده النسبة الأكبر. ولكن تعال أقول لك على طلبات استقرة أو بعد جلسة مع الكابتن علي أبو جريشة والبشمهندس نصر أبو الحسن والكابتن إيهاب جلال. استقر الكابتن إيهاب جلال على 9 صفقات في بداية الموسم القادم للإسماعيلي في حالة التجديد يعني للكابتن إيهاب جلال، وبنسبة كبيرة سيكون تجديد للكابتن إيهاب جلال. فاستقر على 9 صفقات في مركز قلب الدفاع وظهير أيمن واثنين لعيبة ارتكاز وجناح أيسر ورأس حرب. دول اللعيبة اللي الكابتن إيهاب جلال استقر عليهم وطلبهم من مسؤولي الإسماعيلي. في حالة تجديد الكابتن إيهاب جلال وده سيكون بإذن المولى عز وجل بنسبة كبيرة سيكون موجود، فاللعيبة دي ستكون موجودة ومفيش اختيارات للعيبة غير بعد الرجوع إلى الكابتن علي والكابتن عماد سليمان والكابتن إيهاب جلال، هما اللي بيشوفوا الصفقات وهما اللي بيتفقوا عليها. ده بالنسبة لصفقات الإسماعيلي وبالنسبة ل اي سؤال محب وعشقي برزيل الكره المصريه ومتابع قناه الكره المحليه يسالني وانا هجاوبه بكل شفافيه وحياديه وبكل صدق وصراحه وضوح بدون اي نقاش وبدون اي مجاملات. طبعا عشان نخش في مباراه اليوم ومنتخب مصر واستعداده ومباراه هي الاهم اليوم، ولكن انا بقول لك بنسبه كبيره منتخب مصر
له الأسبقية وله الإحصائيات الأكبر. طبعا اكتساح تاريخي يدعم منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، طبعا تقابل المنتخبين في 6 لقاءات ولم يفوز بوركينا فاسو في أي لقاء من ال6 لقاءات. فازت مصر في ال6 مواجهات الماضية مع بوركينا فاسو و 6 مواجهات لصالح المنتخب الوطني. طبعا تشكيل المنتخب الوطني اللي احنا متوقعينه المنتخب والتشكيل المتوقع من قناة الكرة مع الحريف لمنتخب مصر ومباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو اليوم، تشكيل احنا متوقعينه في حراسة المرمى. وانت برضو شوف، انا عايز اعرف توقعاتك عن طريق اكتب لي في الكومنت تحت. طبعا انا بقول لك على التشكيل المتوقع بالنسبة لقناة الكرة مع الحريف، ولكن انت من حقك برضو تكتب لي في التعليق انت ايه رأيك في التشكيل وما رأيك في حسام حسن، هل سينجح مع المنتخب ام لا؟ تشكيل متوقع بالنسبه لقناه الكره مع حريف: حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا، في خط الوسط مروان عطيه وامام عاشور واحمد السيد زيزو وتريزيجيه، في خط الهجوم مصطفى محمد ومحمد صلاح. ده تشكيل المتوقع. حسام حسن هيلعب اليوم 4-4-2، ده التشكيل اللي انا شايفه والمتوقع الافضل للمنتخب الوطني في هذا المباراه. ولكن اريد ان اخبرك ان في حاله فوز مصر على بوركينا فاسو سيكون لديه 9 نقاط وغينيا بيساو في المباراه المقبله، ف 12 بونت، فتأهل لصالح المنتخب ووجود المنتخب الوطني. ولكن الشائعات اللي طلعت في الفترة الأخيرة أو التعليقات بتاعت الكابتن حسام حسن لن تفيده في أي شيء، هي قللت من حجمه. ده بالنسبة لي. أتمنى إن الكل وصل معايا لآخر الحلقة، لا ينسى قبل ما يخرج يدعم القناة بالاشتراك واللايك والسبسكرايب عشان نكبر وعشان نعرف الناس إن إحنا طول عمرنا هنا من أجل الأندية الشعبية ومن أجل الحيادية والمنطقية والصدق والصراحة، وما نعمل لكرة القدم من أجل كرة القدم والاستمتاع بكرة القدم فقط. أتمنى لكل عاشقي ومحب الكرة المصرية وعاشقي برزية الكرة المصرية ومتابعي قناة الكرة مع الحريف، لا تنسى تدعم القناة بالاشتراك واللايك والسبسكرايب وتنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، وتنتظرني غدا بإذن المولى عز وجل في حلقة ستكون بها الكثير من الأخبار الهامة التي تستفيدك وتهمك عن قلعة كيان درويش مصر ودرويش العرب. وأتمنى لكل يوم سعيد، وأتمنى لكل استمتاع بمباراة مصر ويستمتع بكرة قدم اليوم، وأتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.